والله الوقفه الاحتجاجيه اليوم هاك مريتو رغم الظروف الطبيعيه قداش حضور يعني مكثف للساده المحامين الزملاء كل تبارك الله موجودين. استجابه للجلسه العامه اللي صارت يوم الاحد 2 مارس اللي دعت لها هياكل المهنه وذلك اثر الخلافات اللي تعرفوها الكل بين القضاة والمحامين وتعدي على حرمة المحاماة اللي صارت مؤخرا. عندما تحس واني موضوع حملة تشويهية وموضوع بعض تصريحات بصراحة مهينة فانها تقف مجندة لتقف دفاعا عن كرامتها وعن وجودها. وقفة منها ان نحب نقول كلمة واحدة كلمة محامين واحدة وهو ان المحاماة صرح منيع ما يمكنش المس به. والقطر اللي فاضت الكأس هي إيداع الزميلة فاطمة المجري في السجن من قبل قاضي التحقيق عدد 5 خرقا لكل الإجراءات اللي اتقال كونه على الواقع متاع 21 هذا يراد به باطل لأنه عمرها ما كانت المحاماة تمثل عنف أو عمرها ما كانت المحاماة وسيلة متاعها العنف. المحاماة هو قول هو لسان المحامي لسان يدافع على حقوق الناس و كل محاولة من أنه تتمس هذه الصفة اللي موجودة في مخيلة أو في ذهن الشعب التونسي كل محاولة أنا مش تمس وتتفرض حتى تتفرض عليه وسائل ضغط قصد الحد منه هذا الكل أعتقد كونه فاشل لن يؤول إلا إلى الفشل الذريع. حبينا نبلغوها للهيئة العليا للقضاء العدلي اللي هي تمثل القضاء بالنسبة لنا نحن لا جمعية ولا نقابة تمثل القضاة في الموضوع هذا بالذات لأن الجمعية والنقابة هما مسألة مهنية للقضاة لكن الأقل. حبينا نبلغوا صوتنا وصوتنا بلغ وإن شاء الله الهيئة هذه باش تتوسط نورمالمون في المسألة وإن شاء الله يتحل الإشكال. إحنا ما نحبهوش يستمر له في صالح القضاء وله في صالح المحاماة.